يو الفاميلا، من مورا على فيديو اللي درت على الصيد في المنطقه ديال بيروت جاتني دعوه من عند الصديق ايوب لواحد البلاصه اخرى زوينه واعره. الله يبديني الله بالنفس بالله. ايوب كيما شفتو عزيز عليه البحر، نقولو من فاش كنا تنقراو وبالاخص هاد البلاصه اللي سميتها صيد الرباط. انا وحمزه كيف القاعده ما عطلناش الدعوه ديال ايوب ومشينا ديريكتومون وجدنا ريوسنا باش اننا نجيو ونكتشفوا هاد البلاصه اللي واعره. المهم حاليا غادي نمشي انا وحمزه نتقداو. وداكشي اللي ما عطلناش انا وحمزه مشينا ديريكتومون وجدنا ريوسنا باش نتقداو داكشي خاصنا. وباش نبداو الرحله ديالنا في هذا الفيديو دير لينا لايك ودير واحد سبسكرايب لاشين ودير كومونتير بالبلاصه اللي يمكن اننا نمشي ونكتشفوها. علي اخوان الاخوان، المهم يلا وصلنا للبلاصه فين غادي نصيدو. لقينا ايوب ايوب اللي غادي ان شاء الله ندوزو مع التجربه ديال اليوم. فين غادو اللعيبات ديالنا كما تشوفوا كيداير دابا الجو في البحر. البحر دابا كيطلع كيطلع اقصح دابا البحر من اليوم للغدا. كان علينا نجيو البارح لكم تجيو البارح مزيان وهاد الصباح غادي دابا كيطلع شويه بشويه ماشي مشكل. واخا دابا انت النصيحه اللي غتعطي للناس اللي الا بغاو كاميتال الا بغاو يصيدوا ولا يديروا شي لعيبه، شنو هما الحوايج اللي تنصح بهم؟ المهم الناس اللي بغاو يبداو يصيدوا شريو لك صبا الماكينه يتكل على الله. المهم بنادم دابا يعرف غير كيفاش يسني الصناره، المهم شويه بشويه يتعلم كيفاش الصناره هي انك تقاد ديك البارتي باش تسني ياك. المهم شويه بشويه يتعلم بنادم كيفاش يلانسي وما يخاطر بحياته وما يخاطرش. ما يمشيش يصيد في الحافه ولا شي بلاصه اللي فيها الخطر. المهم بعد شويه على البحر صافي داكشي اللي غنصيدو الناس اللي كيبغيو يزيدو. الصياده حاجه مزيانه. المهم بنادم تتعلمك الصبر ياك. الصبر وبنادم يبعد على البليه والحوايج الخايبين وبنادم كيلقى راحتو هنا يصغر شويه ديالو ويجيب الحوت المالين الدار الرجل لا فين يزيدو. الاخوان الاخوان اول بيازا الاخوان. ايه بعد البيازا كملنا الصيد، كان الجو بارد بزاف طلعنا دايركتومون لاكروب هادشي اللي جبنا. دابا غادي نوجدو العشاء بالطريقة ديال ايوب. السمية ديال هادو ايوب هادي سميتهم الشخار. الشخار اسكار راي. اسكار راي كيدير بحال هادوك اللي فيهم الحساسية. مزيان ودا ايوب. وشنو داكشي الاخر اللي تتقدم؟ هادي سميتها الفشة بالعربية وبالشلحة تركنوس. تركنوس ايه فوالا الاخوان. المهم دابا تنوجدو العشاء تيوجدو حمزة وايوب هما تيوجدو العشاء ديالنا ان شاء الله. شنو غاتوجد لينا ايوب ان شاء الله؟ طاجون ديال ديالاش؟ ديال تنكروز. طاجين ديال تركنوز. ديال تنكروز ها هو حمزة تا هما طيصيبتو. المهم انا خويا السوشيف كنعاون الشيف الكبير ديالنا. السوشيف الله يسخر اسيدي. اي فوالا شنو غاتوجد لينا ايوب؟ زيرة ايوب زيرة ايوب. دابا غنوجدو الطاجين ديال الفشة ديال تركنوز. شنو غيخصنا؟ خصنا حمزة عطي ليا الزيت العود. هاكا الشيف ديالنا. بسم الله ديرو شوية ديال الزيت العود. بسم الله بسم الله بسم الله
سير ايام سير عرعد. تبارك الله على سي ايوب. ايوا سيدي من مورا ما كلينا هاد التويجين اللي صراحة تيشهي اي واحد شافو ما فقناش تال ديك تسعود ديال الصباح على انغام واحد الكويز اتاي يا سلام وعلى مقلة ديال الحوت اللي صيدناه البارح. يلا وشنا الشوية ديالنا راه جيف مي جيف مي اوه ياوي يا الاخوان تبارك الله على الطباخ ديالنا عليك الصحة يحفظك انت ايوب وحمزة تبارك الله عليك والله داك الشيء ناضي دابا خاصنا نشوفوا غير المذاق ولكن مع هذا البحر والجوع داك الشيء ما كاين اضرب ليا ما كاينش اضحى تينيزيا اي من مورا الفطور خاصنا دابا نتحركوا نتبحروا ونكتشفوا البلاصه فين كنا. البلاصه سميتها سيدي الرباط جايه في جامع ديال سيدي واساي وقريبه ليها سيدي واساي وفيها كذلك المصب وجايه في اللاكس ديال المنتزه الوطني سوسماسا. سيدي الرباط من بين الاماكن المفضله لدى العائلات انهم تيجي وتيدوزوا الصيف ديالهم هنا سواء انهم تيكريو لي كروت ولا تيكون عندهم لي كروت ديجا سواء انهم تيمشيو و تيريزيرفيو شي بيت ولا شي بارتي في لي زوتيل اللي كاينين في هاد المنطقه ولا في هاد البلاج اللي رائع. المهم الاخوان في هذه الاثناء لقينا الجمعيه ديال الاموات ماسه فروسيه غادي نمشيو معاهم نعيشوا معاهم التجربه انهم مشاو يغسلوا الاحصنه ديالهم في البحر وجاتني فكره انني نسولوا بعض الاسئله نتعرفوا على هذا العالم ديال الاحصنه. شحال تقريبا باش تقام دابا هذا العود؟ هذا بلا اوراق هذا تقريبا 10000 درهم. 10000 درهم بلا اوراق؟ بلا اوراق. الا كانوا عندهم الاوراق تقريبا؟ الاوراق تقريبا طلع نيت كاين ب 15 كاين حتى 60 مليون كاع عند دابا بحال هذا دابا راه نشري بثلاثة هذاك. هذاك عنده الاوراق هذاك باربع ولا اخر. تا هو. شكون دابا اللي فيهم هذاك واقيلا رومي وهذا بلدي وهذا رومي ياك؟ لا راه باربع هذا. هذا البارب الاخر البارب وهذا هذا الله اعلم لان علاش مشري هكاك ما جداع صغير اما هذا عندهم لا بيس كاملين الماكله ديالهم الماكله راك عارف الماكله تقريبا راه كيضرب 30 درهم 40 درهم في النهار كاين الرصا كاين التبان وكاين الشمندر كاين الفول كاين المخاله المهم كتخلط ليه ضروري اش غتسير زخ دابا كتخسر على العود 6000 ريال بالسيمانه وانت جايبو في واحد النهار باش تصور فيها اش غتصور؟ غتصدع راسك ها شي هوايه كنخسروا عليه ديالنا وكنركبوا عليه واحد النهار كنلقاو بهم خاطرنا حنا المهم شادين فيها خواطرنا وصافي اللقانه ديالك تقلب على اللقانه صافي هي هذي انت مع الحيوانات وداخل معاهم وصافي شتي اللي كاين بالنسبة كيف اللي قلت انت الخدمة لا احنا ماشي من ذاك نوع بحال هادو دابا اللي كيخدموا فيهم تجيب العاود دابا ما كتعطيه والو تخدم به هنا راه ميت جات ناقصة كتهز بها الناس كامل النهار كامل وكتضرب بها اش غتصور ديك 300 درهم راه كيضربها عندك غير انت هادشي اللي كاين شي حاجة أخرى ما كايناش حنا مبدين لبدي يا وصافي يا ابني يا ابني يا ابني يا شبا وصاك تسبل I'm
هاد النوطه ديال سي امين غادي نساليو ان شاء الله الفلوق ديالنا اللي دوزناه في هاد البلاصه اللي واعره بزاف اللي سميتها سيدي رباط. سو لايك الفيديو، ديروا واحد الكومونتير وبارطاجي الفيديو مع اصحابكم. كيف القاعده؟ سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. علي